معكم اخويا. مرحبا. متتبعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا مجددا في هذا البث المباشر والعاجل والمؤلم من امام مستشفى ميريسكو بمدينه الدار البيضاء. اكيد سمعتوا في اللايف اللي قبل تفاصيل ديال الوفاه الصادمه ديال واحد الشاب انا اللي كان كيشتغل في النواحي ديال خنيفره، المنطقه خويا بالضبط اقلموس. اقلموس منطقه اقلموس بالنواحي ديال خنيفره. كان كيشتغل مشاهدي قناه شفتي مع الباترون، عند الباترون ديالو مواطن سوري جا دار شركه ديال حفر الابار، كان يعني هو اللي يعني كان تيخدم عنده الى اخره مقابل واحد الاجر. هذا الباترون هذا مشاهدي قناه شوف تيفي رفض انه يعطيه 4000 درهم، يعني الاجر ديالو في 15 يوم، هو كان تيخلصوا الشهر ولكن ما بغاش يعطيه 4000 درهم ديال 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 15 يوم. هذا الشاب هذا مشاهدي قناه شوف تيفي تعرض للحقره، تعرض للتهميش، حس بواحد الشمته، اشنو دار؟ حرق راسه. تخيلوا مشاهدي قناه شوف تيفي انه حرق راسه على ودي. مشاهدي قناه شوف تيفي ماشي هو 4000 درهم، وانما السبب الحقيقي هي دوك الضغوطات اللي كانت يعيشها في الخدمه، هذه الاولى. ثانيا السبب الاخطر هو ديك الحقره وديك الشمته اللي تعرض لها من هذا الباترون. انا غير سؤال هذا الباترون هذا، واش 4000 درهم بالنسبه لك انت شنو هي؟ واش 4000 درهم بالنسبه لك انت عنده واحد القيمه بالمقارنه انك تخلي واحد السيد يضحي بالحياه ديالو؟ والله الا حشومه كاع، زعما ما حتى شي ثمن وحتى شي حاجه ما تستاهل. هاد السيد هذا متتبعي قناه شوف تيفي ان لله وانا اليه راجعون توفى في هاد اللحظات بمستشفى ميريسكو، بالرغم من انه الاخ ديالو والعمه ديالو يعني جابوا حاولوا انهم يعني جابوه للسبيطار باش انه يتلقى العلاجات الى اخره، الى ان اراده الله فوق الجميع والله ياخذ الحق في اللي كان سبب. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله. البركه في راسك اختي، البركه في راسك. الله يسلمك لاباس اختي. الا ولد خويا ملي دخلت عنده الله راسي حقرني، مشيت للمخزن ما دار معايا واحد حاجه، مشيت للجدار ما دار معايا والو، حقرني اعمتي. واخا هو قبل ما يحرق راسو اختي واش قال لكم؟ قال لكم شي حاجه؟ علمكم؟ قال لكم انا الا ما لا انا ما في راسي والو، حتى عيط ليا وخوه قال لي احنا في ميريسكو. ايه احنا في ميريسكو. ملي دخلت عندي لميريسكو تيهضر، يعني الدري باقي تيهضر، باقي يشوف فيا، وملي يشوف مسكين يبكي. عمتي كيشوفك وكيبكي. اه يبكي. عمتي انا محقور، انا محقور، السيد بغينا حقنا ولدنا، بغيت حق ولد خويا. هو شنو الخدمه ديالو؟ لا شنو كان تيخدم؟ في الصندة البياب. في البياب. آه. وهذا الباترون السوري كان عنده شركه ديال حفر الابار ياك. ايوه. البلاصه فين لالا بالضبط؟ فسميتو في خنيفره. في خنيفره اقلموس. آه. اقلموس في خنيفره. ايه شحال خدم عنده اختي؟ 15 يوم. 15 يوم هذا الاخر اللي عرفت انا 15 ملي خدم عنده، اللي قال لي فمو. آه. انا ما عارفاش. اللي قال لي ولد خويا، ولد خويا قزونا فيه، بغيت حقي، بغيت حق ولد خويا، بغيت حق ولد خويا، بغيت حق ولد خويا. الله يصبرك اختي، الله يصبرك، الله يصبرك، الله يصبرك اختي. راه صعيب، راه ماشي سهلة. الله يصبرك والله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. 4000 درهم راه ما حتى شي حاجة. شو ما 4000 درهم راه ما حتى شي حاجة. 4000 درهم راه عباد الله، واش حنا كنتعاملوا مع ما فهمتش انا شنو كيدير، شنو كيدير فيهم يهود ما يدير هذا الحال اللي دار السيد هذا. بغينا حقنا، بغينا حق ولدنا، بغينا حق ولدنا يمشي للحبس ولا يموت كيما دار لهذا السيد، يدار ليه اللي بغينا اصلا. واخا انا كيما سمعت عند الاخ ديالو انه مشى حتى لعندو الديبو. آه. وهضر معاه وقال لي الا ما عطيتينيش غنحرق راسي. داكشي اللي قال لي يعني يعني كان عنده واحد الامل. آه. انه ياخذ الفلوس وما يضحيش براسه. آه. قال لي اعطيني فلوسي ولا نحرق راسي، قالها لي ولد خويا. باقي ديك الساعه مسكين في الحياه وكاين في انعاش ودخلت عنده. شنو قال لك؟ عاودي لنا اختي شنو قال لي. عمتي انا محقور. قلت لي اعطيني فلوسي ولا نحرق راسي. ما بغاش، قال لي ما بغاش نعطيك فلوس. مشيت قال لك لا سميتو، مشيت للجندار. قال لي على سميتو، قال لي مع المهم هضر معاه على فهاد الواقعه. المهم يمشي عند مفتش الشغل. اه ايه ما داروا معاه حتى حاجه. ورجع قال لك عمتي خذت الورقه القرعه ديال ليسانس. مشيت للديبو ما عقلتش على راسي فين وقتها نخدم. انا ما نويت ندير هاد الحاله. ويني حقرني. يعني داك حقرني، قال لك حقرني ما عقلتش على راسي، حقرني.
ودا يتفرجوا فيا حقرني قال لك ودا يتفرجوا فيا انا شعل لا فيا العافيه ودا يتفرجوا فيا عار عار وعيب. وكان حاضر هو هذا الباترون هذا كان حاضر لا ما حضر لا حضر ما حضرش ما كانش كيجاوبو كان كيهضر مع الشرشونطي ديالها كان كيهضر مع واحد ما حاضرش ايه بغينا لجلاله الملك الله ينصرو ياخذ لنا حقنا فولد خويا من دخلتي عنده كيفاش كانت الحاله ديالو اختي صعيبه 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 بزاف صعيبه بزاف خمس ايام دابا باش نعرف انعاش انا معاه ليلة ونهار صباح الصباح تنجي عنده نخلي ولادي ونخلي محالي ونخلي داري ونجي عنده ولد خويا وبقيتوا معاه هنا خمس ايام وانتم هنايا معاه خمس ايام انا معاه بغينا حقنا من اكل موسى اختي من خنيفرة حتى لهنايا لكازا واش تماك ما كاينش سبيطارات غير واحد الحاج لا ما كاينش ما كاينش سبيطارات تماك قال لك ما كاينش جابوه هنايا قال لي ما كاينش جابوه هنايا مع 6 الصباح عيط عليا ولد خويا قال لي عفينا عمتي انا في السبيطار جيت للسبيطار في ميريزكو ملي دخلت عنده تيظهر لي فواحد الطريقه بغينا حقنا بغينا حق ولد خويا اش من درجه ديال الحرق كان فيه كانت فيه درجه ربعه ربعه هاد الدرجه ربعه طلع الخمسه صافي اليوم وصل سميتو الدرجه هو شعل في راسو العافيه كامل ولا كامله الا وجهه وجهه اللي ما كلشي محروق كلشي الدري محروق حشومه وعار عيب هاد السيد ما عنده احساس هاد السيد ما عنده والديه هاد السيد ما عنده ولادو السيد ما عنده امو كما تدين سودان عار عار وعيب واش 4000 زعما درهم 4000 درهم 80000 ريال 80000 ريال زعما كانت يلا واش بداو نعطي للدري جديد في حالاته صعيب عليه حشومه وعار عار وعيب عليه هاد السيد علاش فاش مشى اختي حتى واحد ما حاول يمنعو زعما فاش كان في الديبو زعما غيكون فيه الناس ما غيكونش بوحدو زعما ولد اخوك لا ما فهمتش ملي شفنا حنا في وجهي اللي ورا ليا الناس تيتفرجوا فيه تيديروا اوديو علاش تيتحرق الدري الاوديو خدام ماشي غادي يتحرق هو يديروا اوديو سميتو التليفون ما كايناش حنا بغيناش البورطابل فينا هو ما بغاش يعطيه ما بغاش واحد الحاجه شنو هي التليفون ديالو البورطابل ديالو مشى ليه علاش مشى ليه ما عرفتش خداوه ولا ما عرفت هما اللي خداوه هما اللي تما اللي خداوه يعني عفوا زعما حضروا عليه فاش كان كيشعل العافيه وصافي حضروا عليه حضروا على اللي شعل العافيه وحضروا على سميتو هو اللي شعل العافيه شافوه شتي الدري شعل العافيه وحيدوا ليها سميتو حيدوا ليها القرعه ولا حيدوا ليها سميتو عاد يكون عندك احساس ديال المسلمين شنو اخر حاجه قالها لك انا شنو قال لك سميتو البارح شنو اخر حاجه سمعتيها من عنده اخر حاجه قال لي عمتي سمحي لي يا عمتي انا تحقرت عمتي اش درت لهاد الحاله سمحي لي يا عمتي حقروني يا عمتي حقروني اخر حاجه البارح يهضر معايا في التليفون مسكين يعني البارح تيهضر لي واحد الصوت سحب ليا الله يصبرك الله يصبرك الله يصبرك الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق الله يصبرك يا ربي والله ياخذ الحق والله حقه ما غادي يضيع والله حقه عند الله ما غادي يضيع خالص حقه ما غاديش يضيع وغياخذ حقه لا اليوم ولا غدا غياخذ حقه غياخذ حقه الله يصبرك الله يصبرك الله يصبرك اختي الله يصبرك صحي دموعك اخي كيف بقات الحاله ديال المهم تولا حاله صعيبه هي عيانة حالة صعيبة مسكينة حالة صعيبة كان هو اللي هاز مويمتو هاز والديه هاز خوتو هو اللي ها هو اللي هاز هو اللي هاز خواتاتو هاز الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق وحقه ما خصوش يضيع الحق ديال هذا الشاب هذا ما خصوش يضيع لانه ماشي هو الاول بزاف ديال الشباب كنشوفهم ساكن كيشوفوا انه ما عرفتش كيضحوا براسهم فاش كيوقع لهم هذا المشكل علاش لانهم كيحسوا بالحقره راه حنا خصنا نشدوا الشباب ديالنا خاصنا حنا اللي نحتضنوهم حنا نشدوا بيديهم حنا اللي نخدموهم حنا اللي نفتحوا لهم فرص الشغل علاش اش هاد العقليه ديال القمع اش هاد العقليه ديال راه ما يمكنش راه حيوان وما تلقاش عنده هاد التفكير لا منطقي 4000 درهم عطيها له قول له سير الله يسخر ليك اشنو 4000 درهم بقات فيك واش 4000 درهم بقات فيك انت بالله عليك انت 4000 درهم كما قلت لك قبيله كتحطها في السلام عليكم اخويا السلام ورحمة الله بركة في راسك ماشي معاك يا اختي البركة في راسك اخويا انت شنو كيجيك ولد عمي
ولد عمي وخدامي في نفس الدومين و... انت خدام معاه في نفس الشركة؟ لا لا، كنت خدام معاه في بلايص اخرين تقريبا عشرة ديال اكثر من خمس سنين ولا بحال هكا. أيه؟ خدامين في نفس الدومين وكنعرفو مزيان، بحال تقولي بحال خويا، تقولي بحال خويا. انا اللي ما فهمتش ديك الدرجه اللي وصلته لهاد الحاله هذه، زعما شنو اللي خلاه يدير هادشي كله؟ اللي خلاه لا هذيك الدرجه اللي وصل، بغيت نعرف انا ديك الدرجه اللي وصل باش يدير هاد. كان كينصح الكبير والصغير، كينصح الكبير انا براسي كينصحني، وكينصح الكبير والصغير اللي دويتي معاه كينصحو، فهمتي؟ والله ما واخا قبل هضر معاك اخويا قبل ما يدير في راسو هادشي، قبل ما يمشي للديبو. هضر معايا في ذاك النهار في الصباح، في الصباح وقال لي يا خدام. المهم كما كنقول لي المروكي كيسلك، قال لك المروكي كيسلك وصافي، هادشي اللي قال لي هذاك النهار. وقال لي ما عاودلكش يعني، ما قالكش لا، ما قالش يا زعما شي حاجه ولا فهمتي. المهم في العشيه شفت ذاك السطوري، قلت نصوني عليه زعما. المهم حيت ديجا شفتي هذاك السطوري اللي كاين بحال بحال قلتي رساله، رساله اخرى لامو. شنو قال ليها؟ المهم ما عقلتش مزيان، راه عندي هنايا. ماشي مشكل اخويا اقرا لينا. قال لي امي سامحيني، لا اريد ان اكون هكذا، لكن سوف اضحي بنفسي ضد الحقره ومن اجل يعني عادة النظر يعني في هذا الوطن الذي لا ينصفنا فيه القانون. يعني السبب اللي خلاه هو الحقره، الحقره يعني حس بالحقره. ما عرفت ديك المستوى ديال الحقره اللي وصل ليها. ملي سمعت انا الخبر الصدمه، ما فهمتش. هو ما كانش باغي يكمل معاه، ما كانش باغي يزيد يخدم معاه. اي ما بقاش باغي يزيد يخدم معاه. وشحال من خطره مشى عنده قال لي يعطيني فلوسي وما بغاش يعطيها لي؟ اكثر من 100 خطره. كل كل خطره كيمشي عنده كيوقف على رزقه، ما كاينش شي حاجه مشي ديالو، ولكن ما كاين والو. ولكن الله يختار. ولكن علاش ما بغاش؟ شنو السبب؟ السبب هو انه بحال قلتي الا مشى ليه هو ما غيتحبس، تحبس ليه الخدمه، ويخلصوا يعطيه فلوس يتهلا فيه. اي ولكن هو ما بغاش عاوتاني، الا خلصوا عاوتاني يخاف يمشي ليه ولا شي حاجه، خصو يزيرو يشدو بديك سميتو يشد ليه الفلوس. ما بغاش يعطي 4000 درهم، ودابا كيعيط لكم كيقول لكم غنتكلف بال اي كيعيط زعما شي عبر طريق واحد اخر كيقول لكم غنتكلف بالعزو. عيط للوالد ديالو يقول له راه غتكلف بالعزو ديالو، غنصيفط لك الفلوس وغنصيفط لك. شنو الحق اللي كطالبوا به خويا نتوما اليوم؟ ناخذوا حقنا، ناخذوا حقنا منه، داكشي اللي سمحي لي. واش الفلوس غتقدر تقدر تعوض خوك، تقدر تعوض هادشي كله؟ راه ما عمرك غتقدر تعوض. لا فلوس الدنيا، فلوس الدنيا ما غاديش تعوض. نقول لك انا وحالتي صعيبه، خلي عليك مو، خلي عليك خوته، وخلي عليك. انا عيطوا لي النهار اللي الاول البارح ولا لا هذه 3 ايام قالوا لي راه خاصو الجلده. قلت لي لا، الا محتاج روحي انا نعطيها لك، الا محتاج روحي انا جاي، الا محتاج روحي انا نعطيها لك. الله يصبركم اخويا، الله يصبركم، بركه في راسكم. مرحبا خويا، مرحبا. مشاهدي قناه شوف تي في، الله ياخذ الحق في اللي كان سبب. وصلنا لنهايه هذا البث، نلقاكم ان شاء الله في بث.